مسلسلات رمضان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوم في السفر. رواه البخاري ومسلم. مسلسلات رمضان.